السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نشوفوا معنا موضوع مهم وهو طريقة اصطياد بعض الطرود من مناحل مجاورة أو بعض الطرود المهاجرة من مناحل أخرى، وذلك بالطريقة التالية. في أول أمر نقوم ب يقع اختيارنا على خلية قديمة، أي وقع استعماله من طرف النحل كهذه الخلية، ثم نقوم بعد ذلك بوضع داخلها إطار شمع مثل هذا الإطار قديم، نضعه هنا، وكذلك إذا كان أمكن ممكن زيادة إطار آخر من الشمع القديم لا يقع استعماله في الخلايا، وزد على ذلك يقع زيادة إطار مثل هذا دونك شمع أساس حديث العهد، أي ما زالت الرائحة بداخله، فهي رائحة الشمع رائحة مميزة بالنسبة للنحل، فهي تجلب النحل الكشاف. نضعه في هذه الخلية ثم نقوم بتسكير، وإذا أمكننا يمكن تعويض ذلك الإطار شمع الأساس كل أسبوع مرة، أي حتى يبقى جديد بزالة بداخله رائحة الشمع. فبهذه الطريقة يمكن للنحل أن الكشاف أن يكتشف رائحة هذا الصندوق ويأتي إلى داخله، وبعد معنى من الزمل دونك يعود بكل الطرد إلى هذه الخلية. وبعد وضع كل هذه الأشياء داخله نقوم بوضعها في مكان قليل مرتفع. شوفوا العملية كيفاش، نقوم لهنا وضعه بعملية دونك مكان مرتفع قليل هكذا، أو فوق غصن الشجرة، ممكن وضعه فوق غصن الشجرة. دونك بهذه الطريقة يكتشفه النحل ويأتي ليسكن بداخله. هذا تقريبا أهم حاجة بالنسبة لاصطياد بعض الطرود من مناحل مجاورة أو حتى الطرود التي يمكن أن تخرج من منحلك. دونك بهذه الطريقة، وهي طريقة سهلة بدون كريم وبدون أي أشياء أخرى. دونك هذا موضوعنا اليوم. لازم نشوف هنا بعض الخلايا، نشوفوا بعض الخلايا هنا كيف هي الآن. هذا موضوعنا اليوم. هذا موضوعنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.